أهلا بيك عزيزي المشاهد وحلقة جديدة من برنامجنا أصعب الآيات. سؤالنا النهاردة في تكوين 2:17، لما الرب كان بيحذر آدم ويقول له الكلمات الآتية: أما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. الناس بتسأل، الرب قال له يوم تأكل منها موتا تموت، ليه ما ماتش؟ احنا بنقرأ في سفر التكوين إن عاش لغاية عمر 930 سنة، ليه ما ماتش؟ في حاجة غلط. وأنا علشان أجاوب السؤال ده أسأل حاجة مهمة جدا، هل جملة موتا تموت معناها تموت في الحال؟ لو كان الرب يقصد كده كان قال له يوم تأكل منها ستموت في الحال. أقول بكل يقين إن موتا تموت تعبير عبري، كان يعني يقينا ستموت لكن مش في الحال، بكل تأكيد ستموت. بص معايا من فضلك وهيظهر قدامك على الشاشة واحدة من الترجمات أنا جبتها. ترجمتها ما معناه، أنا حاططها بالإنجليزي قدامك وبالعربي، لأنك عندما تأكل منها بالتأكيد سوف تموت. اللي أكد كلامي ده بص لسليمان وهو بيحذر شمعي ابن جيرة، بيقول له الكلمات الآتية في ملوك الأول 2:37: فيوم تخرج وتعبر وادي قدرون اعلمنا بأنك موتا تموت. خد نفس التعبير، موتا تموت، ويكون دمك على رأسك. بقول تاني، لما يقول له موتا تموت ما موتوش في الحال، انت هتبقى تحت حكم الموت. والرب لما قال لآدم يوم تأكل منها موتا تموت، أي تصبح تحت حكم الموت. وفعلا آدم بقي تحت حكم الموت. أول حاجة آدم مات روحيا، فور ما عصى الله، فور ما أكل من الشجرة إيه اللي حصل؟ طرد من الجنة. اقرأ كده تكوين 2 و3 وشوف علاقة ربنا بيه قبل ما يأكل وبعد ما يأكل. قبل ما يأكل علاقة شخصية، يأتى الله ويسأله ويتحاور معه، لكن بعد ما سقط طرد من الجنة موتا روحيا. وكلمة الموت الروحي واضحة جدا في كل الكتاب، مش بيقول لك اسم أنك حي وأنت ميت، مش بيقول وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا. هو موت الضمير، هو الحياة بلا قيمة، هو الحياة بلا هدف، الحياة بلا رسالة. لما يقول له موتا تموت هو فعلا مات روحيا، مات روحيا وأصبح تحت حكم الموت، أي أنه زي ما قلت طرد من الجنة، مش بس كده لم يعش إلى الأبد، لكن عند 930 سنة مات. لم يتركه الله لكي يعيش إلى الأبد. عشان كده بقول تاني إن موتا تموت معناها تقع تحت طائلة حكم الموت. عزيزي المشاهد، اللي عايز أقوله ليك وأقوله لنفسي وأقوله لكل واحد، إن الخطية بتميتنا. هل في رسالة أنت عايش ليها؟ هل في هدف عايش ليه؟ أخاف إن تنطبق عليك الكلمات لك اسم أنك حي وأنت ميت. يا ما ناس بنسألها ونقول له أخبارك إيه؟ يقول عايشين. أنت عايش ولا حي؟ أنت ليك رسالة ولا ملكش رسالة؟ ليك دور وهدف ولا لا؟ أتمنى لينا كلنا نعيش في ملء مشيئته، في ملء إرادته، نكون على اتصال بيه، عشان كل واحد يبقى حي، حي بمعنى حي بروحه، حي بكلمته، ليه رسالة، عارف أنا عايز أعمل إيه في عمري. وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامجنا أصعب الآيات.